بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربما تبادر الأذهان هو إيه دخل الكلوز بالتوجلينج؟ على فكرة أنت بتعمل توجل وأنت بتعمل كلوز، بس مش شرط تكتب توجل في العنوان، يعني في الداتا كلوز أنت بتعمل توجل بدليل أنت بتبدل من نص كان موجود لنص تاني، أو من ديفيجن، أو أقصد من إليمنت في اتش تي ام اللي كان موجود وبتختار إن حضرتك ما تظهروش، فده بيندرج تحت التوجلنج مع اختلاف الكلمات المفتاحيه اللي كانت موجوده. في السيشن ده راح نتكلم عن الانيميشن. يعني طيب، هو انا يا جماعه في عندي مكتبه اسمها موشن يو اي. لو انت نزلت تحت كده في البره على الشمال هتلاقي مكتبه اسمها موشن يو اي. الموشن يو اي واحده من ضمن المكتبات اللي بتديك ترانزيشنز كتير، زي مثلا الفيت، التاثير بتاع الفيت ده والسلايد. لو بصيت كده في البيلت ان المكتبه نفسها فيها مجموعه من الترانزيشنز، سلايد، ترايت، مثلا هينج فروم توب، الكلام ده شويه ترانزيشنز انت ممكن تحصل عليها بمنتهى البساطه لو انت عملت انستولينج للمكتبه دي، كما ان هي او انت اخترت الكلمه المفتاحيه الخاصه بالترانزيشن دي. انا عندي مجموعه من الكلمات المفتاحيه اللي موجوده في قلب الفاونديشن، زي ولنفرض مثلا حاجه زي سلايد اوت رايت. لو انا كنت مختار انا في المقام، في المقام الاول انا مستخدم كلوز، انا عادي في داتا كلوز تمام، وقلت للناس لو هي حاولت تنفذ الجانب ده كنت هتلاقي التاثير بفيت، ان الكلام يبتدي يمشي كده بالراحه لغايه لما يوصل للشفافيه الكامله. لو انا عايز اغير في التاثير ده بقى يا جماعه، ساعتها انا ممكن استخدم المكتبه بتاعت موشن يو اي اني اعمل يساوي واحط التاثير اللي انا عايزه. ونفرض انا اخترت سلايد اوت رايت، لو انا عملت كنترول اس ورحت جي تعمل ريفرش وشوف التاثير بقى بالانيميشن، لما اضغط على التوجلنج اكس الاقي النص بقى يمشي على الناحيه اليمين. ده بيبقى توجلنج بط بتدي له الترناتيف انيميشن، بتحاول تزود عليه مجموعه، بتحاول تزود عليه انيميشن. ده كل شيء يا جماعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.